وهو مناقشة العمل الرياضي عموما في العالم، وهذا التحمس المنقطع النظير في مختلف الشعوب والأديان والطبقات. لماذا؟ ما هو مبرره الديني والاجتماعي والاقتصادي؟ وقد جاءني في يوم ما، ربما قبل أكثر من سنة، أحد الشباب المؤمنين متورع ويسأل عن مسألة شرعية في مسألة مما ترتبط بالملاعب الرياضية بطبيعة الحال. يقول، قال لي فيما قال: أنا لاعب كرة قدم، وأن كرة القدم تسري في دمي. قلت له، وإن كان مو لطيفة بالعامي، أكل جرجري أحتلك حبيبي. والسبب الفقهي الأساسي في ذلك باختصار أنها ألعاب غير منتجة اجتماعيا، لا تعتبر من التجارة والإنتاج والاسترباح المشروع، ولا ينتج منها طعام ولا شراب ولا لباس ولا بناء ولا علم ولا تكافل أخلاقي ولا تكافل اجتماعي، وإنما هو مجرد لهو وقتل الوقت، ليس أكثر من ذلك. وبذل المال في سبيل ذلك حرام وسحت، كما لو كان يعطي المال لمرقص الأفاعي أو الساحر ونحو ذلك من الأمور غير المنتجة. وقد أفتى الفقهاء بحرمة أجرة أمثال هذه الأعمال، ولو كان كل ربح مشروعا لكان الربا جائزا، مع أنه منصوص على منعه في القرآن الكريم. وبيع الخمر أيضا مثلا يكون جائزا، في حين أنه منصوص في الكتاب والسنة ومن ضروريات الدين منعه وحرمته وثمنه سحت. ماذا يحصل في التفكير والعقل من نتائج عقلية أو اجتماعية أو اقتصادية؟ ماذا يحصل إذا دخلت الكرة في الهدف أو لم تدخل؟ إيش لا أثر له، لا إنساني ولا أي شيء آخر. وإنما كل ذلك وهم لا أصل له، لا في العقل ولا في المجتمع ولا على أي صعيد. نعم، الرياضة بنفسها مباحة إذا كانت مجانية، والتدريب عليها بالمجان أيضا جائز لأجل تربية البدن وقوته أو قضاء الوقت بالمباحات، ولكنها مع ذلك مرجوحة أخلاقيا، لأن فيها طلبا للدنيا وصدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى المجانية فضلا عن التي يكتسب بها المال. زين. وإنما تمسك بها الغرب الكافر، هي في الحقيقة جاءتنا من الغرب الكافر ليس أكثر من ذلك، وهم يريدون أن نتصل بصفاتهم، يسحبوننا إلهم، نقولهم رغما على أنفكم أنتم أعداءنا ولا نخضع لكم ولا طرفة عين.